إبراهيم طاطور صاحب شركة هيريتج تورز للسياحة والسفر في الريني، احكي لنا ايش توقعاتك للسياحة هاي السنة؟ توقعاتي كالتالي، انه السنة راح يكون الموسم قصير جدا، خاصة انه خلال شهر 7 بيكون عندنا رمضان، واول شهر 7 بيكون بعد الاولاد في المدارس بيروحوا على العطل الصيفية بتاعتهم، فراح يكون صعب جدا انه يكون موسم كبير، راح يكون موسم صغير جدا. عشان هيك مش راح يكون موسم مجدي زي ما كل سنة. بعد النشر في المواقع والجرائد عن تحذير السياح الإسرائيليين للسفر على تركيا وعلى سيناء، إيش بتعقب على الموضوع هذا وإيش بتقول للناس الخايفة؟ أول شيء هذا الموضوع صار لي، أنا بشتغل بالسياحة 12 سنة، و12 سنة هذا موجود ومحطوط مبروز يعني، في وانت طالع حتى في طابه بتلاقي التحذيرات عم بحكوا لك اياها، وبدوز اي مواقع بتلاقي اياها كمان موجوده، وهذا شيء يعني احنا عايشين نحن وياته يعني، ولا مره كان له تاثير جدا من ناحيه الجاليه اليهوديه، او من ناحيه الناس، اما من ناحيه عندنا في وسط عربي يعني قليل جدا اللي بيتاثروا منه. التأثير كان هو أكثر بقضية الثورة في مصر في البداية، ولكن اليوم عم بترجع المي لمجاريها كلها، ما فيش أي شيء يعني حديث. في ناس كتير خايفة للسفر لمصر بعد المشاكل اللي صارت، بدون أدنى شك إنه في كل دولة بصير فيها أي انقلاب أو أي ثورة أو أي احداث من هذا النوع، اكيد الناس بتخاف تروح عليها او بتخاف تسافر لها، ولكن احنا يعني عندنا موجود اغلب المسافرين او اغلب الناس من عندنا بتطلع على منطقه سيناء، ومنطقه سيناء هي منطقه كثير يعني تقريبا بعيده كل البعد عن القاهره وعن مركز الاحداث. حتى اليوم في القاهره نفسها مش عم نسمع في هذيك الاحداث، ومش عم نسمع انه في اي اعمال شاب او بيتعاملوا مع السواح بشكل قاسي او بشكل مش منيح، لا تقريبا ما سمعناش ولا اي شيء من النوع يعني المره ما سمعناش. في نهايه اللقاء بتحب توجه تحيه لحدا؟ بتحب تشير حدا؟ موجه تحيه لكل اهلنا في البلد هون، كلهم كل سنه وانتم سالمين، واذا سافرتوا سواء من عندنا او من عند غيرنا تروحوا دره او السلام. شكرا.